وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. مش الفهلوة، مش عشان انت بقالك مثلا في المجال العملي 40 سنة تفتكر انت مش هتقف قدامك ايه حاجة وكل الامور ايه عندك اجابتها، ابدا. الفهلوة ما تنفعش، لابد من وجود المعرفة النظرية ثم تأتي المعرفة العملية دي لتحلي المسألة، لكن الاصل وجود المعرفة الايه نظرية. لو واحد مجتهد جدا في الصلاة وبيصلي بقاله 10 سنين بس ما يعرفش احكام الصلاة، مش معنى انه بقاله 10 سنين بيصلي انه بيصلي صح، بيصلي غلط، مع انه بيصلي قبل ما انت تتولد. يبقى هنا المسألة لا يكفي فيها الايه، لا، لابد على الانسان ان يتعلم. وقد جعل الله عز وجل داء الجهل ان يسأل الانسان، كما روى ابو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر. الكلام ده في عهد مين؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فشجه في رأسه ثم احتلمه. واحد معهم مجموعة في سفر، واحد من اتصف رأسه فنام، لما نام أملأ نفسه محتلم. فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. مش كان الأولى أنهم يسكتوا؟ مش كان الأولى أنهم ما يجاوبوش أصلا؟ وده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجاوب بغير إيه؟ أنا بقى عايز أقول لك، إذا كان الجواب بلا علم حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الجواب بلا علم في زمننا؟ لما ده حصل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمال بقى في زماننا إحنا بقى يعني الحكاية الأجوبة بلا علم دي نسبتها قد إيه؟ اظن ايه عاليه جدا اصلا، لما ودي حادثه كده ايه عارضه يعني، ومع ذلك حدثت. يبقى في زماننا نسال الله العافيه كثيرون هم. قال: ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. ايه اللي ترتب على الكلام بلا علم؟ الراجل مات. ودي هينه، دي هينه في مقابل الاتيه: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا. الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. أنت متخيل أن واحد يجاوب بلا علم فيصاب بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقتلهم، قتلوا قتلهم الله، يدعو عليهم بالقتل. يبقى ده اللي بيجاوب بلا علم ده يصاب بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوا قتلهم الله. يبقى الواحد لما يتسأل سؤال يعمل ايه؟ اسكت، بقول لك خد الرقم فلان ده اسأل الشيخ الفلاني ده، ما تتكلمش، ده ما عندكش مفردات الايه المسألة، ما تعملش فيها فاهم وانت في الحقيقة مش ايه اذا يعني لم يسهل عليك ان تقول لا ادري، فحينها ربما يكون ذلك سببا في ولوجك للنار. فإذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. ده كان كلام مكرر كده عند السلف. الإمام مالك 48 مسألة، 32 مسألة منهم يقول لك إيه؟ ما أعرفش، اسألوا غيري. وتعرف بعض الأحيان الواحد لما كان يسأل بعض المشايخ الفضلاء يقول ما أعرفش، كنت أقول له طب بسأل ما حضرتك ما تعرفش أسأل مين؟ عشان تعرف ان الاكابر دول يسهل عليهم ويقول لك ايه ما اعرفش. انت بقى وفعلا صحيح بعض الاحيان كنت انا بقول لبعض المشايخ يعني حضرتك لازم انت معلش انا ما انا هسال مين ما اعرفش عنه، لازم حضرتك تجتهد، حضرتك تجتهد وتقول لي الاجابه ايه. لما انت تقول ما اعرفش طب مين اللي هيعرف؟ لكن بقول لك ان هو ايه عشان هو فاهم يعني ايه هيتكلم بكلمه ممكن يكون ضربتها ايه، يقول لك ما اعرفش لا ادري وانا هجتهد ليه، اسال حد تاني. قال: فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء الجهل أن يسأل، شفاء الجاهل أن يسأل.